لابد أنك شاهدت فيلماً عن أضرار المخدرات، فهل سبق أن شاهدت فيلماً يصور وقائع حقيقية تجري في السعودية؟ كمية حشيش، هذا ما يسمى بالحشيش الأفغاني. مطاردات بؤر البيع والتعاطي الخطرة. هناك كاميرات مراقبة على شوارع المدينة تساعد في المتابعة وفي التحري وفي الملاحقة. قوى الأمن تخوض حربا غير تقليدية، حقائق مذهلة تعرض لأول مرة. اللي شجع فينا عملية محاربة هذه المخدرات بقوة الأشياء اللي مرت علينا في حياتنا العملية. السعودية، الحرب على المخدرات قريبا على شاشة العربية.